انا بالنسبه لي الحضور ديالي لهذا التاسيس هو اولا شرف باش نقول انني حضرت للتاسيس ديال هذه المؤسسه مادام انها كتحمل اسم ديال هرم من اهرام مدينه الدار البيضاء ورجالات الدار البيضاء. اولا الحاج محمد بن جلون مؤسس ديال نادي الوداد الرياضي اللي هو اكبر نادي واول نادي في المغرب. ثانيا كان رئيس ديال المجلس البلدي مد في الستينات لمده ديال تقريبا تفوق 10 سنوات، وكان ممثل ديال الرياضه على الصعيد المغربي، وكذلك في يعني عضو دائم في اللجنه الاولمبيه الدوليه، وهذا شرف كبير بالنسبه لنا احنا كمغاربه. بالنسبه فملي كيكون عندك واحد الاسم ثقيل بحال هذا واعماله واخلاقه والانجازات ديالو كتهضر عليه، فما الا انك تكون مشرف انك تحضر ليه وتحضر للتاسيس ديال المؤسسه ديالو. هذه المؤسسه المبتغى ديالها من غير على انه هي كيقولوا الناس بانه حيت حاج محمد مجلن اسمه يقترن بالوداد راه عندها، لا ماشي غير الوداد، هي تهضر على رجالات الدار البيضاء في جميع الميادين الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه والفنيه والاداريه والسياسيه، لانه الناس اللي عطاو لها الدار البيضاء. التساؤل كيف طرحته قبيله في هذا هي كيفاش تولات الدار البيضاء مهمه وعندها اهميه داخل المغرب. بهذه باش ولات الا انه كانوا رجال وموراها رجال اللي قاموا باشغال واعمال وداروا في المجال التجاري في المجال الاقتصادي حتى كبرت الدار البيضاء، حتى انها ولات وجهه ديال جميع المغاربه من جميع اقطار المغرب كيجيو للدار البيضاء. فدائما ولا وقع ديال الدار البيضاء كبير. قبل راه كانت مراكش هي اللي معروفه، كانت فاس هي اللي معروفه، هما العواصم الامبرياليه عبر التاريخ، ولكن جات الدار البيضاء وبدلت هذا المعطى. التاريخ والتوثيق ديال الانشطه والخدمات والانجازات ديال الحاج محمد بن جلون بغينا كذلك نصفوا حتى الرجال اللي خدموا الدار البيضاء في جميع الميادين، وتوما تعطيهم حقهم وتبرزهم وتبرز الانشطه ديالهم، وتبين على انه الدار البيضاء الا عندها ذاكره راه عندها ذاكره بالرجال ديالها. وهذا هو المبتغى من هذه، ونبحثوا ونديروا بحث علمي بحث اكاديمي باش نعطيو صوره يعني بالنسبة لي تاريخية وتاريخية وعلمية من مدينة الدار البيضاء والتوهج ديالها الآن على الصعيد المغربي، وهذا هو اللي كنقلبوا عليه.